السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة متابعة زغليل الحمام. هنشوف ايه اللي فقس، الزغليل البيض اللي فقس ايه، والزغلول الكبير والزغلول الصغير. هنشوف كل المشاكل اللي هنحلها مع بعض، المشاكل اللي بتواجهك. الاهالي ما اكلتش زغلول، الاهالي رامين زغلول برة، ايه اللي بيحصل مع الزغليل وهي من عمر يوم حتى الفطام. هنتابع كل الزغليل ونشوفها نتصرف معها ازاي. فيديو من اللي الناس فعلا بتحبوا تشوفه، الناس بتحب تشوف متابعة الزغليل. هنشوف الفيديو ده مع بعض، تعالى على طول نبدأ الفيديو. هنبدأ في البداية نشوف الزغليل اللحم. دي زغليل عمرها حوالي 17 يوم، الاهالي محصية الحصى بتاعها بقاله 5 ايام. نشوف الحصى، بسم الله ما شاء الله. الحصى انا كشفت عليه النهارده عمران تمام بسم الله ما شاء الله. والزغليل نشوفها بعد ما اكلت، بسم الله ما شاء الله. الذكر ماكلهم لوحده، انتهى رقد على البيض، والذكر هو اللي ماكلهم بسم الله ما شاء الله، ماكلهم تمام. ده اللي احنا عايزين نطمن عليه. نشوف برضو الفرشه بتاعتهم، لو مش نضيفه نحط لهم شويه تحديد، نغير لهم فرشه تمام، خلاص نستمر على كده. نشوف غيرهم. طبعا دول تحتهم حصى، شايفين شراسه الحمام اللحم هيعورني. طبعا خد بالك وانت بتمد ايدك تكشف على الحصى وتشوفه، ان تحط ايدك كده، ما تمسكش البيضه بالشكل ده وانت خارج كده، لا كده تدخل كده، عشان لو هيعضم او هيضربهم ما يكسروش منك البيضه. دايما تخش تمسك البيضه بالشكل ده، عايز تمسك البيضه تخرج اهو ايدك كده. ليه؟ لو عضني او ضربني هيبقى ايدي لتحت كده في البيضه، ما تتكسرش مني. ما اخرجش وهي ايدي كده، ما اخرجش وايدي بالشكل ده تمام. طبعا هم المفروض بيبقوا محصيين 2، لكن انا حطيت تحتهم واحده كمان ثالثه لظروف طبعا ان انا بات اهالي. هنشوف كمان اللي هو القص الثالث ده، انا محضن تحتهم 3 بسم الله ما شاء الله. شوف مأكلينهم تمام، بسم الله ما شاء الله. على فكره الاهالي ده قربت تحصي برضه، هي الزغليل عمرها تقريبا 10-11 يوم، وان شاء الله يحصوا قريب. برضه هنشوف ده القص، ده حمامه زاجل اهوت، كنت حاطط لهم طبعا برضه بيضه زياده. نشوف الزغلول اللي فقس، الزغلول ده فقس امبارح بسم الله ما شاء الله، الاهالي مأكلينه كويس، اخد اللبة تمام مظبوط، وفي حصويتين تحته طبعا اتاخروا ما فقسوش. ليه بقى اتاخروا؟ لان دول مش في نفس العمر اللي محطوطين، في فرق يوم او 2، فانا بتابع علشان كده، انا بتابع لان طبعا لو فقسهم الاهالي مش هتاكل دول اللي هياكل الزغلول الكبير، فهتابع برضو بنقل. انت عارف انا بنقل دايما الزغلول اللي الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير، فدول ما فقسوش، اما يفقسهم هنشوف لهم برضو حاجه في نفس الحجم وننقلهم معاه. بتابع كل يوم او 2 كده، نعمل نفس الحكايه دي، الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير، مش هسيبهم طبعا مع الزغلول الكبير، بس انا عايز الدفى دلوقتي بتاع الاهالي بس. هنشوف هنا حصى، طبعا الاهالي برضو سايبينه عشان انا بصور. هنا برضو زغلول لاحم وزغلول زاجل، محضنهم تحت الاهالي الزاجل دي بسم الله ما شاء الله، مأكلين الزغلولين، بس طبعا اللاحم لو بصينا عليه هتلاقيه فارق عن الزاجل، بس والله مأكلين الاثنين بسم الله ما شاء الله كويس. بس اللحم طبعا هو سلالته كده، هو بسم الله ما شاء الله الاثنين واكلين تمام. وهنا العش ده برضو هنقول فيهم واحد صغير شويه بس ماشي شغال، يعني اكلين الاثنين، لكن لو مش اكل هتصرف، هنقله مع واحد زيه. شوف العش ده برضو ما شاء الله، جوز زغليل اسود زاجل محترم تمام، كويسين قربوا على الفطام. هنشوف ده زغلول واحد، ده طبعا قص زاجل، لكن الزغلول ده زغلول لاحم، محضنه تحته لما بعت طبعا اهالي اللاحم، فوزعت بيضهم على الزاجل بسم الله ما شاء الله، مش مقصرين معاه تمام كده. نشوف غيره، هنشوف ده كمان الصفحة دي،
بردانين مش راقد عليهم ليه؟ مش عارف. ده زغلول صغير وزغلول كبير، لو شفنا ده اكبر. طيب انا هاخد الصغير ده نشوفه، في عندي هيبيض فاقس النهارده احط ده معاه، لكن ده نقول فاقسين امبارح، انا احط ده مع الاهالي اللي فاقسه النهارده. لو الكبير اسيب لها الكبير واخد الصغير. انا خدت ده اهوت، هنشوف هنحطه مع ايه. نشوف ده تقريبا فائس امتى البيض ده، نشوف الحصى. ايوه ما شاء الله، تقريبا لسه فاقسين، حتى القشر معاهم اهو. هنحط معاهم ده تالت. لو لاحظت حضرتك ان انا سبت زغلول لوحده لانه هو كبير، هحط التلاتة دول مع بعض. لو زغلول فيهم سبق شوية وكبر ارجعه مع الزغلول التاني، سيبه يوم او اتنين مع دول، ولو كبر فيهم واحد بقى اكبر منهم ارجعه مع الزغلول اللي انا شلت اخده، يبقوا اتنينات تاني ارجعه تاني. اخد اي واحد يكبر من التلاتة ارجعه تاني. ودي زغليل زاجل قربت تتفتن، بسم الله ما شاء الله. ودي زغليل زاجل، بسم الله ما شاء الله. دول زغليل بديري، حجمهم كويس والاهالي موكلينهم كويس، تمام ان شاء الله. شوف حاجه تانية، ده برضو عش زغليل زاجل لسه يعني صغيرين، لكن احنا بنطمن الاهالي مأكلينهم ولا لا. كويسين بسم الله ما شاء الله، تمام. نحاول بقى بكره كده نمر عليهم نغير لهم القش ده، نغير لهم الفرشه بتاعتهم. وده كمان جوز زغليل، بسم الله ما شاء الله، عيش زغليل كويس محترم، الاهالي مأكلينهم ومشبعينهم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك وربنا يرزق الجميع. وده كمان عيش، طبعا حضراتكم شايفين واحد ابيض، الابيض ده لاحم والتاني ده زاجل، لان برضو من البيض اللي انا كنت بايع حمامه، من بيض الحمام اللاحم اللي انا بعت الاهالي وزعته على الحمام الزاجل، وده طبعا طلع عشان كده طلع زغلول وزغلول، لكن بسم الله ما شاء الله موكلينهم كويس. ليه انا بتابع كده الزغليل؟ انا بتابع الزغليل علشان لو في زغلول كبير وزغلول صغير ابدله، ما فيش عندي مشكله. وليه دايما الناس بيقول لك انا عايز جوز زغليل اخوات علشان يكونوا مذكر وانثى؟ لا يا جماعه، جوز زغليل الاخوات مش لازم يكونوا ذكر وانثى، وحتى لو ذكر وانثى ما يستحسنش او ما يفضلش ان انت تجوزهم لبعض لو هم ذكر وانثى يعني. فلكن طبعا مش شرط، ممكن يطلعوا انثيتين او يطلعوا ذكرين او يطلعوا ذكر وانثى، زي اي حاجه في الدنيا ممكن تجيب ذكر او انثى، مش شرط ان جوز الزغليل يطلعوا ذكر وانثى، لان دي معلومه شائعه خطا عند ناس كتير من مربين الحمام وخاصه المبتدئين. دي طبعا النتاية اللي هي كانت في رجل واحده، نشوفها بسم الله ما شاء الله محصيه، حصويتين تمام اهو شغاله. نشوف الريشه اللي في بقها دي نشيلها، طبعا الريشه دي انها كانت بتدافع عن البيض بتاعها، ان حد كان بيحاول يهاجم البيض خافت لحد يكسر البيض فهي نقرته يعني، فالريشه جت من كده. ده برضو زغلولين فاقسين لسه، كان فاقسين النهارده. طبعا دول فرصة كويسة جدا للزغاليل اللي انا بدلتها نبدل مع دول كمان، يبقى معانا كده زغاليل في نفس العمر او في نفس الحجم نقدر نبدل ما بينهم. التبديل يا جماعة افضل من ان انت تأكل التأكيل اليدوي. انا عندي الميكس وعندي المبسم السيليكون، لكن ما بلجأش له الا للضرورة، لما الاقيش حاجة ابدل تحتها، لو ما لقيتش حاجة ابدل معاها بستخدم الميكس والمبسم السيليكون لتأكيل الزغليل اللي هي من عمر يوم. هفضل ابدل كده ممكن لو حد عمر 10 ايام، لكن بعد 10 ايام الاهالي ممكن تعرف الزغليل وممكن تضربهم تموتهم، لكن هم صغيرين الاهالي ممكن ما تعرفش، وفي اهالي ممكن تبدل لها في اي وقت يعني، مش كل الاهالي. الصفيحه دي فيها زغلولين لاحم ومعهم واحد زاجل اسود، بسم الله ما شاء الله. الاهالي اللاحم دول متحضنين تحت حمام لاحم، الاهالي محضنينهم مأكلينهم تمام بسم الله ما شاء الله. الاهالي طبعا قربت تحصي. هنا برضو الزغلولين اللي هم اللي امهم بلدي بتوع النتاية اللي انا بخرج ولادها لله، اللي قلت لك النتاية نزلت عندي وبنخرج ولادها لله، ما بناخدهمش يعني علشان محدش برضو يفتكر ان الحمام اللي عندي مخلط. دول امهم بلدي وابوهم الزاجل ده، بسم الله ما شاء الله الزاجل المفصص ده، لكن احنا بنخرجهم وبنخرج عليهم جوز كمان هديه، اللي عايزهم يقول لي عليهم، بس بشرط يا جماعه يكون مبتدئ. هنا كمان بسم الله ما شاء الله، زغلول لاحم
وزغلولين، واحد مخلط هنذبحه طبعا، وواحد زاجل. ده لان بقول لحضرتك ان انا بحضن في بعض الاحيان بكون مضطر ان انا احضن ثلاثة مع بعض. هنا برضو زغلولين لحم، ماشي لحم اهو، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اهالي مأكلينه كويس. شوف التاني كمان، ده تأكيل اللحم يا جماعة عشان برضو نعطي الحمام حقه. زغلولين لسه صغيرة بسم الله ما شاء الله. وعلى فكرة يا جماعة القص ده كان ابوه زاجل وامه لحم اللي هو ده، لكن الحصى مش بتاعهم، الحصى حصى لحم، لاننا نشوف الذكر ده اهو، ده مش لحم، ده ابوه زاجل، فانا سايبه لزغاليله وباكلها بس بذبحها للذبيح. الهدف من الفيديو ده طبعا ان احنا نمر على الزغاليل، نبدل الزغاليل زي ما حضرتك شفت ان انا بدلته ده، وطبعا هنتابع حكاية التبديل دي لحد الزغاليل ما تستقر ويكونوا بحجم بعض، بعد كده بنسيبهم ما عدناش نبدلهم. اما الميكس واما المبسم السيليكون بستخدمهم للضرورة جدا، ما انتش بتعب نفسي يعني في موضوع التأكيل ده، الا اذا ما لقيتش الحمام بيأكل يعني لاي سبب ما عرفتش ابدل الزغلول الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير، اضطر ان انا اكل يدوي. اما لو فيه تبديل خلاص يبقى بدل احسن. طيب اللي ما شافش المبسم السيليكون قبل كده هنوري له، طبعا بتركب في سرنجة زي كده، هو المبسم السيليكون اهو، بص حضرتك بيبقى ازاي، طري جدا تأكل به الزغاليل اللي هي من عمر يوم في لأي سن، كويس جدا مع الميكس اهو، شفت ازاي بيبقى بالشكل ده، تركبه على اي سرنجة لحد مثلا سرنجة 20 سنتي اهو، يركب في السرنجة بالشكل ده، خلاص اهو ركب في السرنجة بقى كده، وتسحب بيه الميكس ده. الناس اللي ما شافتش معانا قبل كده، الناس اللي اول مرة تشوفني، ده المبسم السيليكون اللي بستخدمه في تأكيل الزغاليل من عمر يوم، وده طبعا الميكس كلكم عارفينه. الميكس بعبارة عن حبوب مطحونة مضاف عليها بعض الأدوية والخمائر، طبعا بيتباع عند البيطريين المتخصصين في الحمام او في اسواق الحمام ممكن تلاقيه، والمبسم السيليكون كمان اللي يسأل عليها تلاقيه عند برضو البيطريين وفي اسواق الحمام. دايما السؤال اكتر سؤال بيجي لي، المبسم السيليكون اجيبه منين؟ كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.